لايك واشتراك وشير للفيديو، وإليكم التفاصيل. تصريحات نارية وتاريخية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفاجئ المغاربة بما قاله عن حكيم زياش وعن أشرف حكيمي وعن المغرب، بلاد المغرب العظيمة. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قال على حكيم زياش بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأكد كريستيانو رونالدو بأن فريق مانشستر يونايتد قريب جدا من التعاقد مع النجم المغربي والساحر المغربي زياش. كذلك رونالدو قال بأن أشرف حكيمي مظلوم داخل الفريق الباريسي ويعاني من مؤامرة أبطالها الخبثاء ميسي وديمريا اللاعبين الأرجنتينيين، ويجب على أشرف حكيمي الرحيل فورا من باريس سان جيرمان. هذه نصيحة رونالدو إلى الأسد الأطلسي. كذلك في ختام كلامه أكد رونالدو على اعتزازه بالشعب المغربي العظيم، وقال بأن المغرب بلد من أفضل البلاد في العالم يريد رؤيتها دائماً.